يعني كل شخص بهذا العالم، كل الكائنات بهذه الأكوان تقدر تألف قصص، تعرفون؟ هما شو يسوون؟ بإسلام كيوت أو بالإسلام الروحاني يجون موسى رقم 6، هذا رقم 7 يربطوه بالدائرة وبالمربع وبالمثلث. زين داود شنو هذا داود؟ هذا داود 13 14 هذا الرقم وهذا المثلث، ومشى داود من هاي النقطة هاي النقطة وصعد داود ونزل داود وربطوها بالكعبة، والكعبة السداسية، الكعبة تساوي النجمة السداسية. زين شنو قصة صالح بالقرآن؟ الصاد، وهذا الصاد رقم 6 رقم 4 رقم 9، والميم شنو الميم؟ هذا الميم أسرار الأسرار. زين هي شنو هي؟ عمي على كيفكم، شوية شوية نتناقش. اللام، الميم، الهاء، الكاف، الواحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعة، هاي أنظمة أنوناكية. ما هو هذا القرآن كله من فوقه لتحته فيك، يعني وضع هو والكعبة والتاريخ الإسلامي وضع للسيطرة. إحنا نعيش بالأشكال، يعني هي الأرض مو شكل، الشجرة مو شكل. زين نفترض كتاب اسمه الشجرة المباركة، هذا ممكن أيضا يصير كتاب ديني. ما هو الشجرة المباركة هاي شجرة لها شكل، راح يجيبون الأرقام، الفرع مالها 6، هذا اللي طالع من اليسار هذا 6 يفتح 6 بوابات. زين والغصن النازل هذا الغصن دائري، وهاي الدائرة مرتبطة ويا طاقة القمر، ويصير كتاب الشجرة المباركة كتاب كوني عظيم. هم ايش جاي يسوون ذولا؟ قسم مقاصد، قسم قاصدين، قسم متأثر بالصوفية، بالذي كتب ممكن من شيوخ، ها بالسابق يعني شيوخ الإسلام، شيوخ المسلمين، الهندسيات، كل واحد، كل طائفة، كل مدرسة الهندسيات يقدرون يألفون، يجيبون دوائر، مثلثات، مربعات، ويجيبون الشخصية. آدم شنو آدم؟ تقول له شنو آدم؟ هذا رقم 1، يابا رقم 11، يابا رقم 15، جيب وصفط. شنو الجنة؟ الجنة رقمها 4، وهاي 4 مرتبطة ها بكل الأكوان وتفتح لك الحظ. ويجيبون ويعبون، يعبون بهالأشكال، دائرة على مربع ها على شكل سداسي، الأشكال السداسية السباعية الثمانية هاي يجيبوها ياخذوها من الهندوسيات ومن المصريات، دوخوا الناس بيها، ياخذوها من الإغريق ومن الهندوسيات المصريات السومريات، يجيبوها يحطوها بالقرآن. يابا شنو هذا القرآن؟ والله هذا لغز الألغاز، ينتظرون واحد يجي يحل هذا اللغز. اللغز اللي بالقرآن أنا أقول لكم شنو، كله شياطين. هو هذا اللغز، واللي يجي يفتحه هو هذا الشيطان اللي يفتح الألغاز. ايش راح يقول للناس؟ ايش راح يقول لهم؟ يعني راح يجيب رقم 6 8 10 12 4 ها هاي الرياضيات. واحد ايش قايل للطالبة على اساس؟ قالت لي البارحة، شوفوا شوفوا خلي اجي وياكم، هبا هاي الهبا هاي الفيكة الكبرى، هبا خلي نسويها هيجي. يابا شنو؟ يحكي لنا، حاكي ويا واحد مسلم كيوت اسلام كيوت ما اعرف، الكعبة سداسية 6
6 12 18 ورابطها اعتقد بمتسلسلة فوبوناتشي. ما هو هاي التضاعفية موجودة بكل الأرقام، الانقسامية موجودة بكل الأكوان، ما هو كل رقم هو يتضاعف، يعني لو تسوي الكعبة 4 ما هي بيها تضاعف 4 8 12 وراح تربط بتسلسلية، ما هو الرقم هو متسلسل. لأنه فيبوناتشي يسموه فيبوناتشي لأن هذا مشهور، ها؟ فقال لك ها 6، إذا 6 12 18 تمام؟ زين الأهرامات ثلاثية 3 6 9 12 15، ما هو المنطق بهذا؟ شنو المنطق بهذا؟ أوكي، الكعبة مرتبطة بالتضاعفيات السداسية ومرتبطة بالقمر وبالشمس، وراح يجيبون آدم، شنو آدم؟ يقول لك هذا الشمس، فهو كله يتغير، آدم يصير الشمس، موسى يصير القمر، داود يصير نبتون. زين بعد منو بالله عندنا ذولا بالقرآن اللي هم كلهم أنوناكي؟ سليمان هذا المجموعة الشمسية، داود يقول لك هذا بعد المجموعة الشمسية، هذا كله رموز يربطوها بالكعبة. احنا ليش نحكي بهالموضوع؟ شنو الفكرة؟ الإسلام والقرآن والكعبة والتاريخ الإسلامي هذا نظام لغايات سيطرة مصنوع من قبل كائنات الأنوناكي، هاي حكمة الأرض. مو هسه هم يجون شي يقولون، مثلا نقول له يابا مو اكو طوفان صار، طوفان حقيقي صار والمخطط إلى إنليل، وبالقرآن سدوم وعمورة، ها ضربوها بأسلحة نووية، الأنوناكي ضربت سدوم وعمورة بأسلحة نووية. فالتفاسير الرمزية اللي هي فيك تغطية لأعمال الأنوناكي يغطون عليها، إنه يقول لك لا الطوفان رقم 7. زين شنو المعنى؟ أوكي طوفان رقم 7، زين موسى 6، آدم 1، من عندنا بعد؟ سليمان مليون، شنو المعنى؟ وبالأخير ها هاي وياها خلي أجيكم، دوخوا الناس بالناسخ والمنسوخ، هذا ينسخ هذا، وهاي الآية نزلت بهذا المكان ونسخت هاي الآية. زين ومن يقرون الناس القرآن صفحة صفحة، الصفحة هاي تعارض الصفحة الثانية، كله تناقض. يقرأ هذا الإنسان الصورة يرتاح بيه حب، ها انظروا هذا أنا، هو هذا الله بالقرآن، حبوا كل الناس، أوكي يساعد الفقراء، الناس شوية ارتاحت، قلت لك إيه هذا كتاب حقيقي، شو قلبه ويورق الله، اغزو مشركين كفار، انتظر يا إنسان، يا ويلك يا إنسان، الواقعة يوم القيامة تهز الأرض هزو. هذا أفلام الرعب الفيك، تخاف الناس، تقلب ورقة أخرى محبة الفقراء المساكين، اقلب ورقة أخرى المسيحيين مشركين كفار، اغزوا بالسيف بالكذا، يجيب السيوف على الغزو على المشركين على يوم القيامة. هسه الناس احتارت، هاي شنو هذا عمي؟ هذا لا هو كتاب ولا هو نظام، هذا شنو؟ هذا سحر؟ حتى لا هو سحر، هذا المجنن. سوت الناس داخت قالت لك يا احنا خلينا نشوف المفسرين، المفسرين راحوا للمفسرين، كل واحد مسوي له مدرسة،
الشيعة وذول الشيعة كل واحد ماخذ له صايد له مجموعة، والسنة الحنبلية المالكية الشافعية وهذا هيك حشى وهذا هيك قال، ها، والناسخ والمنسوخ، وهذا ينسخ هذا وهذا يرد هذا وهذا نزل وهذا صعد وهاي الآية كذا وهاي اليسار وهاي اليمين، بعدين دخلوها بالأرقام، آدم واحد، آدم ستة، داود أربعة، زين الشرك بالقرآن هذا الشرك ستة أربعة، الدائرة مرتبطة بداود، موسى مشى هذا مثلث، الكعبة تلف بها مرتين هاي بمعنى مرتبطة بالقمر والقمر طاقة. يعني هو حكي وصفط، مو حكي وصفط، زين. وبعدين شو ذولا بالتاريخ الإسلامي، ها، كل هذا ناسخ ومنسوخ وتفسير الجلالين والواقعة ونهاية الزمان والمهدي ورابطي بالروحانيات والطاقة والعلوم، والناس دو يقرون ويناقشون جروبات، زين. وبالاخير يا شنو النتيجه؟ بوب طبت داعش للموصل. هاي شنو هاي عمي؟ شو انتم كل هالعلوم العظيمه اللي عندكم خبصتوا الناس، والنتيجه طبت داعش للموصل وراحوا على اليزيديين. اي وين هذا القران؟ وين الطاقه مال القران؟ هسه هذا ما قدر شويه يهدئ المنطقه بهالطاقات مالتكم وبهالالغاز العظيمه اللي عندكم انتو؟ ما هو هاي الالغاز العظيمه، كل واحد يسمعني، هاي صيده، انت كل ما تجي تناقش يقول لك مو هذا الغاز، ينتظرون واحد هو هذا صاحب الزمان يحلها. الغاز، هاي الكعبه الغاز، زين. بالكعبه هذه اللي خبصوا الناس بيها، خلي نشرحها مرة الأخ. الكعبة سداسية، أوكي، مرتبطة بتسلسلية فوبوناشي. فوبوناشي أنا ما أعرف شلون يلفظوا هذا، زين، ومرتبطة بالشمس وبالقمر، وآدم واحد وداود أربعة والمثلث ويا آدم والمربع ويا محمد ومحمد ويا آدم وآدم محمد ومحمد اصله ها توث المصري والمثلث والمربع والسداسيه، اوكي، خلصت القصه، زين. شوفوا تروح للعراق، شو هذا النظام الشيعي، ها، لازم العراق بفتاوي، هاي بالعراق، وعبي بني النسوان بالعراق بجنوب العراق كلهم بالعبي، وزواج المتعة والتفاسير والشيوخ الشيعة هناك عالقة، خلي أجي وياكم. تروح للسعودية وللخليج والمصر، الإخوان المسلمين والسنة، ها، وتفاسير الحنبلي هيجي قال والمالكي هيجي قال، ويصعدون وينزلون بكيفهم. شو هذا صار؟ صار سلعة، صار سوق. فوضى. بعدين تستمر البحوث، يابا هاي الكعبة انتم خبصتوا الناس بيها، مو هاي كانت بالبتراء، هسه هاي وين الشكل السداسي مالها؟ مو هاي اصلها بالبتراء، نقلوها المكة، زين. تاريخ نشوءها شنو؟ نشوءها شلون تفسرون تاريخ نشوءها؟ متى نشأت هاي الكعبة؟ متى بنيت؟ مو هي بالبتراء، نقلوها المكة، نقلت مكعب حجارة كانت بالبتراء ونقلوها المكة، زين. عمرها شقد؟ ولماذا نقلت من البتراء المكة؟
هسه ايش راح يقولون؟ يقولون لا هذا انت ها جاي تحرف، انت ما فاهم، ماكو هاي القصة. لا، هناك بحوث لعلماء غربيين متخصصين وأثبتوا أن هاي الكعبة اللي هي لا سداسية ولا رباعية ولا بها طاقة، هي والقرآن والتاريخ الإسلامي كله لا طاقة لا رموز، كله بتاع سيطرة يسحب الإنسان. الإسلام، النظام الإسلامي، الكعبة والقرآن ها والآيات يسحبك للثقوب السوداء. هم مصممي الأنناكي لتصغير الطاقات وسحب للثقوب السوداء. القبلة كانت باتجاه البتراء. هسه على الأقل الإنسان يوقف أمام الأهرامات فعلا ينصدم من هالبناء، تمام؟ روح هسه أوقف أمام الأهرامات تنصدم من هذا البناء العظيم، فممكن نقول هسه هاي يابا الأهرامات بيها سر، بس التواقف أمام الكعبة مكعب، ما هو الغرف، غرف البيوت مكعبة، زين خو غرف البيوت أيضا مرتبطة بتسلسلية أو متسلسلة فيبوناتشي. هذا والله اسمع الجبال فيبوناتشي، يلا تمشي. هو هذا المكعب، هو المكعب، الغرف كلها مكعبة، البيوت كلها مكعبة، زين. أفريقيا الغرف مالتهم ها، هسه لو تروح لأفريقيا وهاي الخيم كلها رموز، خل نروح لأفريقيا هناك نعيش عمي، كلها رموز ويصمموا لك أعظم وأجمل الخيم، التصاميم اسطوانية ومربعة، وش تريد موجود بأفريقيا؟ أفريقيا والشامس، وعدهم الأنظمة الهندسية والرقمية. ما هو الأنظمة الهندسية والرقمية موجودة بكل الطوائف، أخذوها الربع بالشرق الأوسط، الإسلام، إسلامي كيوت، جمعوها، شي يسمعون ياخذون. أخذ من الهندوسية أرقامهم، حط بالقرآن. أخذ من الإغريق الأشكال الهندسية، ذبح على الكعبة. وستة وأربعة وآدم، خمسة ثمانية اثنين واحد، ستة دوائر مثلثات، والمثلث مرتبط بالشمس والشمس مرتبطة بالكعبة والكعبة صاعدة نازلة، شنو المعنى؟ والكعبة هي كلها ها كنظام، نظام مصنوع من الأنوناكي، زين. إذا هي بكل هالمجد، زين شو هاي يفلشوها ويبنوها مرة الأخ؟ شنو هاي يفلشوها ويبنوها مرة الأخ؟ كم مرة فلشوا الكعبة وكم مرة بنوها؟ وين المجد ماله؟ وين تسلسلية فيبوناتشي هذا؟ هسه خليه يصحى، يصحى فيبوناتشي يقول عمي انتو شنو جاي تخربون المعادلات مالتي؟ أطلنطس الأميرية، الحضارات اللي قبل مليون مليونين سنة مليئة بالهندسيات والأرقام والتفعيلات الطاقية، فهو نهج موديل ربط الرموز والحروف بالقرآن، هو تصغير للكون، ما يفسر النشوء. يعني ما معنى الخير والشر؟ ليش موجود الخير والشر؟ ليش أسد يلاحق غزال؟ يفسرها آدم بالقرآن، شنو تطي ستة تطي أربعة، شنو المعنى؟ زين ما معنى الشر والخير؟ هل الإله شر وخير؟ الطبيعة الكونية شلون صرنا؟ ليه صارت الأرض؟ لماذا صار الإنسان؟ كيف يعرف الإنسان؟ ما معنى الحياة؟ النشوء، هذا النشوء، أصل النشوء، كيف وصل الإنسان إلى الأرض؟ ما معنى الأرض؟ لماذا موجودة التصارعية؟
ليش اكو نملة بالصحراء صغيرة الحجم وتحت التراب؟ شنو المعنى؟ شنو المعنى؟ هذا الرب الخالق والخالقة احنا نسميه، سموه الله. الله اسمه أنوناكي بالمناسبة. زين، هاي الحكمة العظيمة للخالق، شنو صانع لعقرب بهالصحراء؟ شنو المعنى؟ شنو المعنى أسد يلاحق غزال؟ زين، وين السداسية مال الكعبة؟ يعني يحشون على السداسية سباعية، ها، والعشرة وثلاثة وأربعة وثمانية ورسومات وأشكال، بس الطبيعة الكونية ما يفسروها. إذا فسروها إيش راح يربطوها؟ يربطوها باللهو الرقمي، ستة ثمانية اثنين، موسى أربعة، موسى كذا، موسى موسى دوخونا بموسى، موسى الرقمي. الكائنات عملت هاي الأنظمة، القرآن على الإنجيل على الهندوسيات على المصريات، وخلال التاريخ ملايين من السنوات صار بها تحريف كبير جدا. اعطوها للناس الكائنات هذه، اعطوها للناس الكائنات السلبية بالذات، اعطوها للناس محرفة حتى الناس ها تحتار. فوصل قرآن محرف، قرآن ضعيف، لا فيه لا طاقة لا رموز أبدا، ما فيه. فهي طالبة، أكرر، شو تقول لي البارحة؟ تقول لي إنه هي تحدثت مع شخص هو هالفكرة، يقول لي إيه أكو ماتريكس وإحنا ما نؤمن بصناعة يعني هناك صناعة الأديان بهالطريقة تقريبا. يقول لها، يريد يجرها على القرآن، بس هاي كلمة بس ويلا. إيه شنو بعد بس؟ سداسية الكعبة والأحرف بالقرآن وينتظرون واحد يحل، ها، وش يقول لها؟ يقول لها القرآن مو قرآن، مصحف. زين شنو يعني؟ خو باشر راح يجي واحد، هذا المصحف مو اسمه مصحف، اسمه كون. وشنو معنى يعني؟ انت غيرت اسم باسم؟ يقول لها ايه هذا مو قرآن الاسم ماله، شنو اوكي شنو الاسم الحقيقي؟ وين المعجزه؟ اسمه مصحف وشنو يعني؟ اسمه مصحف، اسمه كون، اسمه شجره، اسمه كتاب، شنو القيمة؟ وطبت داعش للموصل بهذا. هم هو داعش شلون طبت؟ بسبب القرآن طبوا، مو هذا معتمد، مو هو القرآن يقرأ يفسر. والدولة العميقة ها تبحث عن صيدات بالدين، ها، وصنعوا داعش. زين، داعش صنع لأن القرآن موجود، السلعة موجودة للبيع، القرآن الإنجيل، يلعبون على الدين هذا، على لعبة الأديان. فيقول لي هو سافر سفر كوني وصار عنده تفعيل دي ان اي. ما هو هذا السفر الكوني وتفعيل الدي ان اي، انت شلون تعرفه؟ شنو معنى سفر كوني؟ من المتكلم؟ ما هو اللي ينطق اللي يتحدث، هو مين المتكلم؟ الإنسان متكلم. زي أنت سافر السفر كوني، طيب عرف نفسك، مين المتكلم؟ تقول أنا. زين، عرف أنا، وين هذا أنا؟ بالدماغ، يعني نفتح الدماغ، هو هذا أنا. تقول أنا بالروح، وين الروح؟ شنو معنى الروح؟ وين الروح؟ المتكلم من؟ فهو مصيود بوعي القرآن. سفر كوني، الهندوسيين يسافرون سفر كوني، يلتقون بكائنات، والكائنات شو تقول لهم؟ تقول لهم يا بكتابكم هو الصحيح. والمسيحيين يسافرون سفر كوني، يلتقون بكائنات، والكائنات تقول لهم يا با انتم كتابكم احسن الكتب. والمسلم يسافر يلتقي بكائنات، اذا كان سني يقول له السنه احسن افهم الفاهمين، واذا شيعي يسافر يلتقي بكائنات ويقول له الشيعه هم عندهم مفتاح العلوم كلها الصيده. لأن هاي أنظمة ناقصة مصنعة من قبل كائنات.
تلعب. فهذا الشخص لا هو مسافر سفر كوني ولا عنده تفعيل دي ان اي، لان شلون تعرف الاكوان؟ مو انت شلون تعرف الاكوان؟ من المتكلم؟ ما هو الكون؟ ما معنى كون؟ الطبيعه الخالقه شلون تعرفها؟ هل الطبيعه الخالقه شر وخير؟ كيف وصلنا الى الارض؟ كيف تكونت الماده؟ العلوم الماديه هذه التي تدرس يربطوها بالدين هذه فيك. العلوم الماديه، الرياضيات، الهندسه، الشكل، الدائره، موسى واحد، ادم واحد، ما اعرف، ها كل صوره جايبين لها حاطين بها رقم، كل ايه رقم، وهاي شنو المعنى؟ هاي فيك. هذا كله، هاي الطاقات تحدث عند الانسان. اقول لكم ايش يصير، تحدث عند الانسان، تسوي عند الانسان وعي ينصاد بي، ينسحب للثقوب السوداء، لان ماكو ترابطيه، ماكو ترابطيه، العلوم ناقصه، وانت تستند على النقص في بناء الوعي. فهو ما أخذه من شيخ، ممكن روحاني، ممكن صوفي. طيب هذا الروحاني والصوفي منين ما أخذه؟ ما أخذه من القبلة والقبل قبلة، بهاي الكتب اللي عندهم، الدرائر في السرائر. شنو معنى يعني الدرائر بالسرائر؟ نهج البلاغة، أحكام، ها أحكام الأقوال في القرآن، وطريق الحكماء في سرائر الأقوال، هم هيك العناوين. شنو المعنى؟ اوكي، درر الاسرار، هيك هاي الاسماء، درر وكلها درر، ويقروها الناس، يقروها الناس، والناس تقسمت سني ضد شيعي، والشيعي ها النظام الشيعي بالعراق، التعاليم الشيعيه تكفر كل الناس، والدواعش تعاليمهم يكفرون كل الاكوان، وذولا الكيوت، الاسلام كيوت، هو ايضا طريق ها حتى يجيبوك يقنصوك على القرانيات ويدوخوك ويربطوك بالاوناناكي، لان هاي الانظمه، الانظمه الدينيه، انظمه صممت بسايكولوجيات عليا من هاي الكائنات اللي تلعب. هم يروحون على هذا الاسلام كيوت بتكنولوجيا الروبوتات، هو يسمع اصوات، هو ما يعرف انه هو مدار من هاي التكنولوجيا الروبوتيه. القران صح، ورقم واحد وسته وثمانيه والكعبه السداسيه، هو يسمع ها، وحتى ممكن يظهروا له كائنات اللي هي فيك، فيك تضحك بوجهه، حتى ممكن يحلون له مشاكله، فهو راح يصدق، يقول ها شوفوا هذا اسرار، موسى واحد صح، ادم سته، داود خمسة، كله صح. بس هم هاي الكائنات يربطوه بتردداتهم، ما هو ما يزال محدد بهذا الفكر. زين، السؤال المهم، بهذا الفكر الإنسان يموت؟ يعني لو روح بالقرآنيات بالرموز، اقرا رموز على سداسيه، على خمسه، اربعه، ادم، ثلاثه، اثنين، ومشي. زين، نتيجه الانسان يموت. زين، ليش يموت؟ اذا عندهم صحه ما يموت. لان هو بالحقيقه العلوم الحقيقيه، بالحقيقه العلوم الحقيقيه يجب على الانسان لا يموت، لان الموت صناعه كائنات كونيه سلبيه. زين، شو ذولا يقرؤون، يقرؤون ويدرسون الرموز والأحرف وعلم الحرف ويموتون، ويجون بعدين وراهم ها مجاميع أخرى تدرس وهم يموتون، وراهم وراهم وراهم، ايش راح يحسبوها؟ راح يربطون الموت ها بالخالق، وتجي الثنائية،
الانقراض والإيجابية والسلبية، اللي هي احنا وضحنا كثيرا، وضحنا ان الإيجابية والسلبية مو من طبيعة الكون. شنو الداعي؟ الله خالق إيجابي سلبي، الله صانع الحياة، مو هو خالق؟ زي ليش يخلق الموت؟ شنو المعنى؟ وما هو تعريف الموت؟ ليش الإنسان 70 80 سنة يجي ويروح باي باي؟ شنو القيمة؟ أنت ليش خلقته إذن؟ شنو خالقه 70 80 سنة وجايب له القرآن وتعال اعبدني اعبدني، اللي هو هذا يعني هذا اللي بالقرآن هذا أنا ناكي. الفكرة بالموت مصنوعة من هاي الكائنات حتى تسحب الإنسان إلهم ويرجعوهم، يرجعوهم للقرآن ويصعدوهم مرة لأخرى طعام، يرجعوهم ها بالرينكارنيشن صاعدين نازلين طعام إلهم. أنت لا تنجر، كل واحد يسمع لا تنجر لا إلى إسلام كيوت ولا إلى رموز القرآن، لأن كلها فيك. تحرر من الخضوعية، تحرر من كل شبيه اتباع لواحد يسموه الله رب خالق لازم أنت تخضع له، يجوك بهاي الطرق تفسير الجلالين، إذا ما فادت يغيرون التردد، يجوك على رياضيات الإغريق ويربطوها بالقرآن، والأشكال السداسية يقرؤون شوي بالهندوسيات يربطوها بالقرآن ويجوك، يربطوها بالمصريات القديمة ويجوك. احذر، لأن هذا ربط للثقوب السوداء، تصغير طعام، أنت تكون طعام، أنت أعلن أنت كل الأكوان، أنت مش حتى نقول أنت مخلوق، أنت خالق، وأعلنها، قل أنا خالق الأكوان، اعلنوها بقوة، إحنا خالقين، إحنا ضوء الأكوان. كون عظيم يبارككم شبابنا.